سلام البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى ايضا اموركم تكون كامله مزيانه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكيف كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه، وانا متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تجربوها في البيوت ديالكم. ندوزوا دابا على بركه الله نعطيكم المقادير ومن بعد نشوفوا الطريقه ديال التحضير. اول حاجه كيف كتشوفوا معايا غادي نحتاجوها هي البسكوي. غتستعملوا اي بسكوي نتوما كتفضلوه، يعني ماشي بالضروره واحد البسكوي اللي هو معين اللي خصكم ضروري تخدموا به. دونك انا خديت البسكوي اللي كيعجبني، واحد البسكوي كناخذو من بين جو بونس سميتو بيتي بور ولا شي حاجه بحال هكا. دونك ما عرفتش معقلش حيت لحت الساشي ديالو، ايفيكتيفمون راه سميتو بيتي بور، راه مكتوبه فيه هنايا، كيجي زوين في هاد التحليات هادو. ايضا غادي نحتاجو نصف لتر من الحليب، يعني اي حليب عندكم في الدار تقدروا تستخدموا نصف لتر. جوج بنانات مقطعين طريفات صغار على هذا الشكل هذا. غادي نحتاجو ايضا جوج معلقة ثلاثة ديال سنيدة على حسب الذوق. غنحتاجو جوج معلقة ديال النشا مايزينا، ساشي ديال الفاني، وغادي نحتاجو الفلون ديال الشوكولا. كيف كنعرفو الشوكولا كتواتى مع الشوكولات ومع البسكوي، داكشي علاش انا اختاريت ندير فلون ديال الشوكولا. الا بغيتو ديرو فلون ديال الفاني اولا ديرو فلون يعني نكهه وحده اخرى تقدروا تستعملوها، فلون ديال الكراميل حتى هو، ولكن انا فضلت الشوكولا هو اللي كيجي زوين مع البنان. ندوزو دابا على بركه الله نشوفو الطريقه ديال التحضير. وكيف كتشوفوا معايا اول حاجه غادي نقوم بها خديت نصف لتر من الحليب. هاد المكونات غادي نخلطوهم مع الحليب بارد، يعني ما غاديش حتى نسخنوا عاد نبداو نخلطوا. تقريبا انا درت هنايا جوج المعلقات عامرين مزيان ديال مايزينا. شوفوا معايا غادي نحتاجو كيف قلت لكم جوج حتى ثلاثه المعلقه ديال السنيده على حسب الذوق. دونك انا درت واحد جوج وغنزيد ثالثة. غادي نضيف ساشي ديال الفاني، وغنضيف ايضا الفلون. غادي نخلط هاد العناصر كاملة مع بعضياتها. ومن بعد عاد غادي نشعل عليها البوطه، وغادي نخليهم يغلاو حتى يفيد ليا داك الحليب والعناصر ديالي كلها تجانس مع بعضياتها مع التحريك. يعني ما تحاولوش تحبسوا، راه الا حبستوا من التحريك راه غيتكبد لكم هذاك النشا في وسط من الحليب، وغادي ويقدر يتحرق لكم الخليط ديالكم من التحت. داكشي علاش حاولوا انكم تخلطوا ما تحبسوش من التحريك. انا غادي نرد الخليط ديالي، غنجيب واحد الضراب يدوي وغادي نضرب مزيان باش ما يبقاوش لي هاد الحبيبات ديال الفلون ديال الشوكولا مجموعين بحال هكا. وغادي نحط الخليط ديالي فوق من العافيه على نار مهيله مع التحريك حتى يتجانس الخليط ديالي ويعقد، ونعاود نرجع لكم. ودابا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان ودرتو فوق العافيه مع التحريك، يعني ما توقفوش على التحراك كيف قلت لكم باش ما يلصقش لكم الخليط ديالكم لتحت في الكاسرونه، ويعطيكم داك النسمه ديال الحريق، وما غاديش يبقى المذاق ديالو لذيذ. يعني ديك النسمه ديال الحرق كتخسر لينا النسمه ديال هاد الفلون ديال الشوكولا مع الحليب مع الفاني. كيف قلت لكم انا غادي نكمل التحراك دابا ونعاود نرجع لكم من بعد ما يعقد ليا الخليط. ودابا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما الخليط ديالي كيف كتشوفوا معايا راه بدا كيعقد، يعني ما كيوليش عاقد بزاف. كناخد اول حاجه البسكوي، يعني غناخد الكميه اللي غادي تكفيني، يعني تقريبا كيف كتشوفوا معايا كنحاول انني نقطعو غير بيديا بحال هكا، كنفرتو طريفات صغار. وكيف قلت لكم البسكوي راه على حسب الاختيار ديالكم،
يعني ماشي بالضروره شي نوع محدد، يعني تقدروا تستخدموا هنريز صابلي اي بسكوي كاين، اولا هاد لي بسكوي اللي كيتباعوا في بيم حتى هما زوينين. انا كنظن انه صافي بركه، غنخلط الى بان ليا مازال غادي نزيد شي حاجه ديال البسكوي غادي نضيفها. حاجه واحده اخرى اختياريه الى بغيتوا تزيدوا تضيفوا واحد شويه ديال الشوكولا، يعني دي مورتو ديال الشوكولا لداخل تقدروا تضيفوهم، يعني حتى هما كيجيو رائعين وكيجي المذاق ديالهم رائع. غادي نضيف دابا البنان، جوج ديال البنانات كيف قلت لكم في الاول، يعني انا عطيتكم هذه الكميه هذه لثلاثه ديال الاشخاص، يعني الا كنتو كثر يعني تقدروا تضاعفوا الحجم، يعني بغيتو تضاعفوا اسمحوا لي تضاعفوا الكميه، يعني تقدروا تستخدموا ربعه ديال البنانات، باكيه كامله ديال البسكوي، لتر من الحليب، يعني المكونات كامله تعاودوا تضاعفوا الكميه ديالها الكميه اللي درت انا. كيف كتشوفوا معايا غادي نعاود نزيد غير واحد شويه ديال البسكوي، يعني ماشي بزاف، تقريبا انا درت نص ديال الباكيه، يعني الا كنتو عرفتوا هذا لو بسكوي اللي درت، يعني كنظن هنا هي الساشيه ديالو، ها هي هذا هو الساشي ديالو بيتي بيغ، راه كيجي كيعجبني انا، المذاق ديالو زوين وكيعجبني في لي ديسير بحال هكا، وكنديرو ايضا حتى في لي طارت اللي كيكونوا باردين، يعني ما كنحتاجش انني ندير الفران، نستخدم الفران. كيف كتشوفوا معايا ها هو الخليط ديالي، ها هو واجد. غناخد كويسات اولا زليفات على حسب الذوق، يعني وعلى حسب الشكل اللي بغيتو نتوما. كنظن انه خاصني نزيد واحد الزلافه واحده اخرى، غادي خصني نجبد الباكيه ديال الزليفات باش ناخذ منها زليفات وحدين اخرين، حيت كنظن ان الكميه كثيره على ثلاثه ديال الزليفات، دونك انا غادي نزيد واحده اخرى. كيف شفتوا معايا انا زدت زلافه الرابعه، ودابا كيف كتشوفوا معايا غادي نخوي الخليط ديالي في الزليفات، يعني بشكل متساوي، كيف كتشوفوا معايا على هذا الشكل، يعني غير بشويه باش ندير نفس الكميه في الزلايف بربعه، يعني ما تكونش عندي وحده عامره وحده خاويه. كيف شفتوا معايا دونك دابا غادي نبدا نقاد الزليفات ديالي في العماره، الا بانت لي شي حاجه من الجناب ما مقداش نحاول نقادها. كيف شفتوا معايا على هذا الشكل، هاد التحليه كتجي رائعه، المذاق ديالها كيجي رائع، انا صراحه كتعجبني، ومقادير قليله يعني وفي وقت قليل بزاف، تقدروا تحضروها في المنازل ديالكم ولذيذه يعني وغادي تعجبكم ان شاء الله. وكيف كنقول لكم ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش تبقى توصلكم اي حاجه جديده حطيتها في القناه ديالي، وما تنساوش ايضا تخليوا لي التعليق ديالكم وتقولوا لي كيفاش كيجيوكم الوصفات اللي كنقدم، واش كيعجبوكم، واش كتجربوهم في المنازل ديالكم ايضا. ودابا كيف كتشوفوا معايا الحلي ديالنا كيجي على هذا الشكل، هذا نحاولوا غير نقادوه بحال هكا. ودابا كتجي المرحله ديال التزيين، يعني تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم في الدار، يعني ماشي بالضروره شي حاجه مختلفه، شي حاجه محدده. ودابا كيف كتشوفوا معايا اول حاجه غادي ناخذ هذا البسكوي، هذا بسكوي شوكولا ديال ميلكا، صراحه زوين المذاق ديالو،
غناخد هاد لي بول ديال هاد الشوكولا هذا سميتو زوم. دونك غناخد هاد لي بول هادو، يعني غناخد واحد الكميه اللي غادي تكفيني بحال هكا. وايضا غادي ناخد دي فروي روج، يعني اللي متوفر عندكم في الدار. هذا شويه تفرتت ليا، مي بون غادي نحاول انني ناخذ شي حبيبات اللي يكونوا باقيين شادين في راسهم بهذا الشكل هذا. حيت ملي كيتغسلوا كيداروا في الفريغو، كنبغي نعاود نفرقهم كيتلاصقوا ليا كيف شفتوا معايا. ما غاديش نحتاج بزاف، غنحتاج غير بحال هكا واحد الربعه. كيف كتشوفوا معايا غنديروا حيدات في الوسط بهذا الشكل هذا، غير للتزيين فقط. يعني تقدروا انكم تزينوا غير بالبسكوي كيف شفتوا معايا. يعني الطريقه ديال التزيين اختياريه وعلى حسب الذوق ديال كل واحد، يعني وكل واحد شنو متوفر عنده في المنزل، كل واحد شنو كيبغي وشنو الحاجه اللي كيبغيوها وليداتو. دونك كيف كتشوفوا معايا نحاول ندير واحد دي بتيت بول هنايا بحال هكا على هذا الشكل هذا. كيف شفتوا معايا بهذا الشكل، غادي ناخذ واحد شويه ديال ميلكا. ماما وي ماما امبو يلا تا يلا تا ما غاديش نكملوا التزيين ديال الدسر ديالنا. واخا ماما واخا انا نعطيك. كيف شفتوا معايا وغنديروا بحال هكا، يعني الشكل اللي بغيتو نتوما، الطريقه اللي بغيتو. كيف شفتوا معايا غادي نحاول انني ناخذ واحد المورسو اخر وغادي ندير له بحال هكا بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول نستعمل الشكل اللي عجبني، يعني الطريقه اللي غادي تجيني سهله والشكل اللي غادي زعما غادي يواتي الذوق ديالي. كيف شفتوا معايا كيجيو على هكا، كيجي الشكل ديالهم رائع. دونك غادي ندير هذا غنديرو هنا كيف شفتوا معايا، وغادي نزيد هادو غادي نحلهم، نحاول انني نحلهم بحال هكا باش يعطوني واحد الشكل مغاير. يعني هذا الشيء غير من الابداعات ديالي من الافكار ديالي. كيف شفتوا معايا على هذا الشكل هذا، وكتجي على هذا الشكل هذا. غادي ندخلوهم يبردوا ونتلاقاو مع الشكل النهائي. ودابا كيف كتشوفوا معايا التحليه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه شكلا ومذاقا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ايضا انكم تحضروها في البيوت ديالكم. وما تنساوش كيف كنقول لكم ديما، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم، تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش تبقى توصلكم اي حاجه حطيتها جديده في القناه ديالي. كنشكركم على المتابعه وكنضرب لكم موعد فيديو اخر ان شاء الله. شكرا.